وخلال زيارته لمحافظة السويس، شهد رئيس الوزراء افتتاح المبنى الجديد لديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي. كما أكد مدبولي أن الدولة لا تدخر جهدا في ملف تطوير العمل الإداري لتحسين جودة الخدمات للمواطنين باعتباره المستهدف الأول من خطط التنمية. كما شهد رئيس الوزراء افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس، حيث أثنى على جودة وإتقان الأعمال المنفذة به والتي تسهم في تيسير العمل بما يخدم المواطن وبما يتناسب مع المسيرة التاريخية من العطاء لهيئة قضايا الدولة.